اللي عايز اقوله كمان من خلال حضرتك دلوقتي، ان احيانا كثيره جدا بيتهيأ لنا ان اكل الدايت هو اصح حاجه في الدنيا، واحيانا ده يبقى العكس تماما. في جزء من الاكل يا استاذه ندى جزء تجاري، يعني مش كل حاجه دايت يبقى حاجه صحيه، ومش كل حاجه دايت تبقى بتخسسني. في ناس كتيره سامعيننا دلوقتي وهيلسي جدا في اكلهم وبيختاروا الاكل كويس جدا لكن مش عارفين يخسوا. في ناس سامعيننا دلوقتي بيلعبوا رياضه طول النهار مش عارفين يخسوا، وفي ناس برضو سامعيني اكتر ناس بتلخبط في الاكل ورفيعين. بس ربنا عادل، اللي بياكل غلط طول الوقت يا هيتخن يا هيعيا. يعني لو واحد بياكل غلط وما تخنش مش معناها ان هو في مأمن، لا، انا ممكن ابقى رفيع وعندي سكر، ممكن عندي رفيع وعندي ضغط، رفيع وعندي كوليسترول، ممكن ابقى تخين وما عنديش حاجه، انا بس عندي سمنه. لما لازم نتعلم ناكل ازاي، نتعلم نعيش ازاي. انت لو حياتك متابعه الدنيا مقلوبه، ومنظمه الصحه العالميه بقى لنا كام يوم بنتكلم ان سكر الدايت يؤدي الى سرطان بعد ما الناس بقى لها سنين بتاخده. عشان كده بنقول القاعده الغذائيه بتقول كل الاكل الرو، الاكل اللي ما حصلش عليه تصنيع. لازم الناس تتاكد ان البني ادم لما بيمد ايده على حاجه خلقها ربنا بتبوظ. وسهل جدا نلعب بالابحاث، وسهل جدا نلعب بالكلمات. يعني احنا ممكن نعمل بحث حالا نثبت بيه بالدليل القاطع ان السجاير لا تؤدي الى سرطان. يعني لو جبنا 1000 واحد وقعدنا نشربهم سجاير كلهم هيموتوا، اللي هيموت بالقلب وبالجلطه والضغط وهيموتوا. بس هاجي في الاخر اقول لك ولا واحد مات بالسرطان، لانه ما عاش العمر اللي وصله لحدوث سرطان. مش معنى كده ان السجاير بريئه من السرطانات، انما الابحاث بيتلعب بيها. وفي ناس كتيره بتقعد تتكلم بالابحاث، لكن سهل جدا في المافيا العالميه لتجاره السلع وتجاره الغذاء ان انا العب بحاجات عشان ابيع منتجات معينه.